الإصابة بتاعت علي معلول اللي حصلت هي زي إصابتي، أنا حاسة بيه جدا دلوقتي، وحاسة هو اللي هو حاسس بإيه نفسيا، وإن هو بقى لسه مش فاهم هو إيه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى هقدر ألعب تاني، يا ترى هقدر أقف أصلا على رجلي تاني. الإصابة دي بتعيق الحركة خالص، يعني أنا قعدت أتعلم شهور أتعلم المشي أصلا من أول وجديد زي البيبيز يعني. فانا حاسه بيه جدا يعني، حاسه باللي هو بيعدي بيه ده دلوقتي، علشان انا برضو في الاول ما كنتش فاهمه يعني انا هقدر اصلا العب فولي تاني، هقدر اقف على رجلي تاني. فلا هي اصابه كانت، انا عديت بحاجات نفسيه وحشه جدا في الفتره دي، قعدت فتره كبيره، وقعدت فتره كبيره بره مصر كمان باهل. فطبعا ربنا ما يكتبها على حد خالص، بس الحمد لله طبعا بالاراده الصبر ربنا بيديهولنا، بان كل حاجه بتعدي، ومحدش ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي سعاده بتدوم ولا في حزن بيدوم، بس الحمد لله انا قدرت اعديها بالاراده وبالصبر اللي ربنا اديهولي، بالقوه بتاع اللي ربنا اداهالي، وقدرت ان ارجع الملعب تاني. وان شاء الله يعني اقدر ان انا ارجع تاني لمستوايا 100% الفتره اللي جايه، وان شاء الله نحقق مزيد من البطولات.